لاعب وسط زي ما بيقول الكتاب، مؤثر جدا مع اي فريق لاعب ليه، مؤثر ومهم وموجود دايما في تشكيله اساسيه لاي فريق لاعب فيه. معايا ومشرفني في هذه الفقره واحد من نجوم الوسط في الدوري المصري الممتاز، الكابتن الكبير كابتن مصطفى شبيطه لاعب نادي مصر المقصه. يا كابتن مصطفى صباح الفل عليك، انت مشرفني ومنورني. صباح الفل كريم، برحب بيك طبعا وبشكرك على التقديمه الجميله دي. اقل من حقك والله، انا حقيقي سعيد بوجودك معايا النهارده. متشكر. عايز ابدا معاك بنادي مصر المقصه، وهنتكلم كتير بعد كده بقى في الدوري بشكل عام ومنتخب مصر، ولكن مصر المقصه كنت لسه بتكلم مع الكابتن عمرو الدسوقي انه موقفه في الزحمه دي، زحمه الفلوس والامور الماليه الكتيره اللي بتتصرف من باقي الانديه، موقفه بقى صعب مقدما كده قبل بدايه الموسم الجديد. غرفه خلع الملابس، انتوا كفريق كاداره بتتكلموا ازاي في هذه الامور؟ طب يعني هو في البدايه احنا نفس الموقف ده حصل السنه اللي فاتت بدايه الموسم اللي فات، نفس الكلام ده اتقال برضو، كل الناس اتكلمت ان احنا موقفنا يبقى صعب الموسم اللي هو خلص. احنا خدنا الكلام دوت بتحدي كبير، يمكن مع تولي الكابتن ايهاب جلال المهم الحمد لله قدرنا نمشي بشكل كويس، والحمد لله قعدنا في الدوري بشكل كويس جدا من بدري. صح. وكنا ممكن ننافس كمان لولا طبعا الازمه الماليه والتاخير المستحقات والكلام دوت، لكن اللعيبه كانت رجاله وقدرت تحقق كل اللي اتمنيناه في بدايه الموسم، ان احنا نتحدى كل الناس وكل الكلام اللي كان بيتقال صعب علينا ان احنا الفرقه هتنزل والكلام ده كله. فاحنا طبعا كلعيبه مع بعض، لعيبه كبيره، كنا قعدنا مع بعض واتكلمنا ان احنا لازم نتحدى نفسنا وتحدى الكلام اللي بيتقال علينا وحش، لان الكلام ده ما يليقش بينا ولا باسم النادي. صح. والحمد لله قدرنا نقعد في الدوري بشكل جيد، وكنا ممكن كمان ننافس على المربع الذهبي. يعني عارف بالمناسبه اسم النادي زي ما انت بتقول كده ما يليقش باسم النادي، اسم نادي مصر المقصه بقى فعلا من اسماء الانديه الكبيره في الدوري المصري، الناس بقت مستنيه مبارياتها، مستنيه نتائجها. لما يجي مصر المقصه يلعب مع الاهلي ولا الزمالك ولا الاسماعيلي بقى ند طول الوقت، مش حاجه صغيره. عشان كده احنا مهتمين قوي بمصر المقصه ونزعل عليه لو تعرض لاي مشكله او اي عقبه. طيب الموسم اللي جاي كنت بتكلم مع بعض اللاعبين وبعض الاداريين يقولوا لي انه سيبك من القصه بتاعت الامور الماليه دي ومين بيصرف اكتر ومين ما بيصرفش اكتر، اللعيبه كلها واحد، اللعيبه كلها شبه بعض، فانت بس انت وشطارتك كشغل فني في الملعب. الكلام ده مظبوط ولا الكلام ده فايق؟ يعني بالظبط، يعني في جزء طبعا مش كله. اكيد طبعا في سباق صفقات دلوقتي طبعًا موجود، وطبعا الصفقات ان انت تجمع لعيبه كويسه مميزة، دي حاجه مهمه جدا. لكن احنا عندنا الحمد لله كابتن وليدي ويدي والحاج احمد ويدي، الناس بيدونا طمانينه دايما ان احنا ان شاء الله هنبقى مستقرين وان احنا الامور هتبقى افضل. بيبدا دلوقتي يجمع بعض اللعيبه، مع عندنا مجموعه ناشئين جيده، يعني احنا تركيزنا كلنا كلعيبه كبيره، يعني كابتن الفريق كابتن حسني فتحي ليه دور كبير جدا طبعا مع الفريق. فيعني احنا ان شاء الله باذن الله هنستعد للدوري بشكل جيد، عارفين ان الدوري هيبقى قوي جدا الموسم ده. هنبتدي من اول الموسم ان احنا نقدر نحقق نتائج جيده تليق بينا وتليق باسم النادي ان شاء الله. كابتن وليد الهويدي كان لسه معايا على التليفون من شويه وقال لي ان هو هيشتغل ببادجت معين او ميزانيه معينه في الموسم اللي جاي على حسب ميزانيه النادي، مش هيبقى فيه مبالغات في اسعار اللاعبين اللي جايين، مش هيبقى فيه مبالغات في الرواتب. انتوا بقى كلاعبين بتتعاملوا مع هذا الوضع ازاي؟ احنا كلعيبه يهمنا ان انت هتتفق معايا على حاجه هاخدها، وده اللي الكابتن وليد احنا بنشكره عليه، راجل شخصيه محترمه جدا، عايز يدي الاستقرار للفريق، الاستقرار المادي. فهو عمل الكلام دوت علشان يقدر يدفع للعيبه مستحقاتها، ما يحصلش نفس الكلام اللي حصل الموسم اللي فات تاخير مستحقات. فانا طبعا دي حاجه جيده جدا. تقصد ان انت ما عنديش مانع ان انا كلاعب اخد رقم قليل بس اخده؟ بس اخده بالظبط كده، ما فيش تاخير، ابقى مستقر ماديا حتى لو هتقلل شويه، لكن المستحقات تبقى في مواعيدها، ما يبقاش في تاخير في المستحقات. ده بيدي استقرار فني كمان للمدير الفني ان انت اللعيبه ما تقعدش تتكلم في الماديات. فده اللي الكابتن وليد هيعمله الموسم الجديد ان شاء الله. انت كان عادك خلص مع مصر المقاصه من نهايه الموسم الماضي صح؟ جددت معاهم؟ ان شاء الله جددت. موجود مع المقاصه باذن الله الموسم الجديد. كان في عروض ثانيه ولا انت كنت حابب تكمل؟ كان في عروض بس انا كابتن وليد كلمني وشرح لي الموقف، وانا يعني قلت له ما فيش مشكله انا هكون موجود معاك، والحقيقه راجل شخصيه محترمه جدا كابتن
كابتن وليد هوادي، وراجل بيحب النادي وعايز يدي الاستقرار وبيبذل مجهود كبير جدا ان هو يعمل احسن حاجه للفريق. انا اعتقد ان انتوا في امس الحاجه او نادي مصر المقاصه في امس حاجه للاعبين الكبار اللي زي حالتك اللي عندهم خبرات اللي يقدر يلم اللعيبه في الاوقات اللي زي كده، وانتوا اعتقد اكتر من عنصر له خبرات في مصر المقاصه. اه بالظبط، في اكتر من عنصر، في يعني في كابتن حسني فتحي وفي دسوقي وفي كابتن اسامه العزب وفي صبيح، يعني في لعيبه جيده موجوده، وفي لعيبه كمان بيجمعوا لعيبه ان شاء الله يقدروا يضيفوا للمكان، وعندنا مجموعه ناشئين مجموعه جيده ان شاء الله لعبوا في اخر الموسم اللي فات وظهروا بشكل كويس، فان شاء الله باذن الله الموسم يكون جيد بالنسبه لنا. انا عارف ان انتم معظمكم او كل اللاعبين اللي اشتغلوا مع الكابتن ايهاب جلال لهم علاقه عظيمه مع الكابتن ايهاب جلال وبيحبوا الكابتن ايهاب جلال، تتوقع تجربه الكابتن ايهاب جلال مع بيراميدز هتكون عامله ازاي؟ كابتن ايهاب جلال مدرب كبير جدا، واي مكان بيروحه بيبقى ليه بصمه، يعني ان شاء الله باذن الله بتمنى له التوفيق وببارك له طبعا على تولي مهمه بيراميدز، وان شاء الله يقدر يحقق معاهم انجاز كبير ويقدر بقى يضيف ان شاء الله يحقق بطوله من احد البطولات ان شاء الله، هو قادر على الكلام دوت بجهازه، فاتمنى ان شاء الله ان هو يعمل موسم جيد ويقدر يحقق بطوله. انت اشتغلت مع كابتن ايهاب جلال وانت يعتبر من اللاعبين الكبار في الكره المصريه مقاما وسنا وكل شيء، في حاجتين بيتقالوا دايما على الكابتن ايهاب جلال، الكابتن ايهاب جلال ما عرفش يتعامل مع اللاعبين الكبار، والكابتن ايهاب جلال ما يقدرش يتعامل مع فرقه جماهيريه. تسمع انت الكلام ده؟ يعني دايما لما يجي مثلا ترشيحات للمنتخب يقول لك الكابتن ايهاب جلال اه مدرب كويس بس ما تلوش نجوم، الكابتن ايهاب جلال مش هينجح مع بيراميدز عشان في نجوم، الكابتن ايهاب جلال ما تدوش فرقه جماهيريه عشان ما يقدرش يستحمل الضغوطات. انت بقى عايشت الكابتن ايهاب جلال والتفاصيل اللي احنا كل انا مثلا اقول لا ده الكلام ده مش مظبوط، واحد تاني يقول لا الكلام ده مظبوط، نقعد نتخانق احنا مع بعض، بس انت عاشرته مباشره. لا خالص، كابتن ايهاب جلال بيتعامل بشكل كويس جدا مع اللعيبه الكبيره، بيحترمها جدا وبيقدرها جدا، واللعيبه اللي كانت بتلعب واللي ما كانتش بتلعب كانت بيحبوا الكابتن ايهاب سواء لعيب كبير او لعيب صغير. لا انا مش معاك في الكلام ده خالص، كابتن ايهاب بيعرف يتعامل. مش كلامي عشان انا اصلا مش مقتنع بيه، انا بس بقول لك اللي بيتقال، فانا حابب ان انت تنفيه بنفسك. بالظبط، لا لا خالص، كابتن ايهاب جلال بيتعامل بشكل جيد زي ما بقول لك مع اللعيبه الكبيره، يعني بيتعامل نفسيا كويس طبعا، غير الموضوع الفني طبعا بالنسبه له دي حاجه كبيره لان هو مدرب كبير قوي، فلا هو بيتعامل بشكل جيد وهيقدر ان شاء الله مع بيراميدز ان هو يتعامل مع اللعيبه بشكل جيد ويحقق ان شاء الله هدفه. يعني بيقولوا كابتن برضه ايهاب جلال متعب شويه في الامور الفنيه، يعني تفاصيله غير باقي المدربين، يعني التفاصيل اللي بيشتغل عليها مع اللاعبين وبالشكل الجماعي او الفردي غير باقي المدربين اللي ممكن تبقى شبه بعض، الكلام ده مظبوط؟ مظبوط، هو كابتن ايهاب يعني ليه سيستم معين وليه اسلوب لعب معين بيحاول ان هو يشرحه للعيبه عشان تنفذه، فده بياخد وقت شويه يعني بس بعد تجربه التكيس مع بيراميدز يعني الاثنين قريبين من بعض، فاللعيبه هتساعده في الكلام ده. اللي هو بيبني من بدري بالظبط، فهو ليه اسلوب لعب وليه طريقه لعب معينه، مع بدايه فتره الاعداد هيقدر يحفظ اللعيبه وهينفذوا كلامه، يعني هيشتغل ان شاء الله. عايز ارجع معاك ورا شويه عشان دلوقتي وهم بيعرضوا التقرير بتاعك، ولو بعد اذنكم نجيب الجون اللي جابه مصطفى شبيطة مع النادي الاهلي في الاسماعيلي، فاكروا الجون ده؟ بس انا واحنا بنفرج على التقرير بقول لك انا الجون ده مش ناسيه، كانت تصويبه عظيمه جدا، جون كابتن مصطفى شبيطه مع الاهلي ضد الاسماعيلي، كان موسم كان 2010 تقريبا. 2010 صح؟ 2010 الماتش ده خلص تعادل. خلص تعادل، كنا مغلوبين 1-0 والحمد لله قدرت في اخر الشوط الاول ان انا احرز الهدف، يعني توفيق من عند ربنا، ويعني ده من اعز اهدافي ومن الجون ده. بالظبط، يعني من احسن اهدافي يعني. صاروخ الحمد لله. صاروخ بعد كده خلاص بقى معروف ان مصطفى شبيطة رجلي صاروخ. انت قعدت مع الاهلي قد ايه من بعد ما تصعد مع الاهلي؟ انا اصلا من ناشئين النادي الاهلي من وانا عندي 9 سنين ولعبت في الدرجه الاولى 3 سنين، وكنت بخرج اعاره وكنت برجع تاني، وده الموسم دوت الحمد لله لعبت فيه بشكل مستمر، والحمد لله قدرت ان انا اروح مع كابتن حسن شحاته منتخب مصر 2010، فالحمد لله يعني ده كان من احسن مواسم ليا في النادي الاهلي. لكن بعد كده لقيت نفسي ان انا كابتن حسام البدري طبعا جه عليا وبدات يبعدني عن التشكيل الاساسي، فانا كنت وقتها صغير فكنت رافض الكلام ده الحقيقه، كنت عايز العب باستمرار خصوصا ان انا خرجت عاره وكنت بلعب وكنت من اعمده الفريق. فلما رجعت النادي الاهلي ولما رجعت كابتن حسام البدري موجود قعدك على التكه. بالظبط، هو الموسم ده مع كابتن حسام البدري وكنت بلعب ورحت منتخب مصر ورجعت، بعد كده لما رجعت من المنتخب بدا ما يلعبنيش، والموسم الجديد لقيت نفسي ان انا مش هيلعبني، فطلبت ان انا اخرج اعاره تاني. لو رجع بيك الزمن تطلب ده ولا تقول لا انا هكمل مع الاهلي؟ دلوقتي لا طبعا، يعني لو رجع بيا الزمن وكنت بالنضج ده كنت هستنى وهفضل مستني في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي حاجه كبيره واي حد يتمنى ان هو يكون موجود،
كنت هصبر واستنى، حتى لو كنت هقعد كنت هفضل مستني في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي حاجه تانية خالص. انت بتقعد في النادي الاهلي بتحقق بطولات وبيبقى ليك تاريخ، وده مش هتلاقيه بره، مش هتلاقيه بقى في اي نادي تاني. في اتنين بينقسموا، يقول لك انا اقعد مع الاهلي وحقق تاريخ حتى لو قاعد على الدكه، في واحد تاني يقول لك لا انا عايز العب حتى لو مش هعمل تاريخ او مش هعمل بطولات بس عايز العب في اي فرقه. شايف بعد النضج زي ما انت بتقول كده والراجل دلوقتي عندك النضج الكافي، ايهما افضل، انك تبقى موجود مع نادي بيحقق بطولات حتى لو مش بتشارك بشكل اساسي دائم، ولا تشارك اساسي بشكل دائم مع اي فريق اخر ممكن ما يكونش بيحقق بطولات؟ بص، هو النادي الاهلي غير يعني النادي الاهلي فعلا غير اي نادي. انا كنت زي ما بقول لك لو رجع بيا الزمن كنت اتمنى ان انا افضل قاعد في النادي الاهلي، وكنت هستنى دوري وكنت هستنى فرصتي تاني وتالت لحد ما العب واكون موجود. وانا كان عندي ثقه في نفسي ان انا لو جات لي الفرصه كنت هلعب وهبقى موجود على اي حد الحمد لله. لكن انا ساعتها انا اللي طلبت ان انا اخرج اعاره، وده كان قرار ما كانش صحيح بالنسبه لي. انت بتقول الاهلي غير كتير قوي من اللي لعبوا للنادي الاهلي او بيلعبوا للنادي الاهلي بيقولوا ان النادي الاهلي غير. غير في ايه؟ النادي الاهلي كيان غير في كل حاجه. انت موجود في كيان محترم، في سيستم في سيستم موجود في الاداره وفي النادي ماشي عليه. ف يعني غير ان انت طبعا ليك جمهور كبير وليك قاعده كبيره وراك وبيدعموك دايما ودافع ليك. انا لحد دلوقتي الحمد لله الناس يعني ما لعبتش مواسم كتير في النادي الاهلي في الدرجه الاولى، لكن الحمد لله الناس بتحبني والناس عارفاني كويس قوي، فدي كفايه ان انا ابقى موجود واحقق بطولات مع النادي، بتعمل تاريخ لنفسك. دي علاقاتك ايه في النادي الاهلي دلوقتي كاداره كلاعبين كجهاز فني؟ بتواصل يعني بتواصل معاهم طبعا من وقت للاخر، موجود يعني معاهم. حاطط في دماغك ان انت ممكن تشتغل في النادي الاهلي مستقبلا؟ اتمنى طبعا ان شاء الله. يعني ده شرف كبير لاي حد ان هو يكون موجود في النادي الاهلي، منظومه كبيره وكيان كبير، وانا النادي الاهلي ده بيتي، وبقول لك زي ما بقول لحضرتك كده انا متربي فيه من وانا عندي 9 سنين. فاتمنى ان شاء الله في يوم من الايام ان انا يكون ليا دور مع النادي الاهلي. يعني اللاعبين اللي ممكن يمشوا من النادي الاهلي او حتى نادي الزمالك، الانديه الكبيره طبعا في مصر، عشان امور ماليه سواء في مصر او خارج مصر، كنت بتشوف الامور دي ازاي؟ كنت بتشوف ان هو حقهم، شايف انه لا هم غلطانين، شايف انه جنه الاهلي ولا اي حته ولا اي جنه بره؟ يعني كنت بتحسبها ازاي او بتشوفها ازاي؟ يعني بص، هو كل واحد بيبقى ليه حسابات عن اللعيب عن اللعيب، كل واحد ليه حسابات تانية خالص، فبتبقى في النهايه دي وجهه نظر. لكن في النهايه لو جينا رجعنا لكل اللعيبه اللي عملت كده هتلاقيها ندمانه ان هي سابت النادي الاهلي. يعني ممكن في لحظتها يكون هو شايف ان من وجهه نظره ان هو خروجه افضل، لكن طبعا مع الوقت كل لعيبه بتتمنى ان هي ترجع تاني النادي الاهلي وتكون موجوده في النادي الاهلي وبتندم على الخروج من النادي. النادي الاهلي بعد الصفقات الكتيره اللي عملها الموسم ده والمستوى اللي قدمه الموسم الماضي اللي حقق فيه العديد من البطولات باستثناء طبعا الدوري الممتاز، شايف الاهلي الموسم اللي جاي شكله عامل ازاي؟ توقعاتك ليه عامل ازاي؟ يعني النادي الاهلي جاب احتياجاته، انا اعتقد كده احتياجاته للفريق دعم بشكل جيد، والنادي الاهلي لما بيخسر بطوله بتبقى بالنسبه له بدايه لانجازات وبطولات كبيره ورا بعض. فان شاء الله باذن الله انا متفائل جدا للنادي الاهلي ان هو البطوله اللي خسرها بطوله الدوري العام اللي هو خسرها اصلا، يعني انا شايف ان هو اللي فرط اللعيبه اللي فرطت في بنات ضيعها بماتشات كانت في المتناول ان انت تاخدها. لكن ان شاء الله بدايه من الموسم الجديد النادي الاهلي مش هيفرط في ولا بطوله يدخل فيها يعني. بس الزمالك برضو في المقابل كان الزمالك طبعا يعني عندهم عناصر جيده وفي استقرار، وخصوصا ان هم كمان حافظوا على قوام الفريق صح. فالدوري هيبقى قوي، لكن انا متاكد ان النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله هيبقى في تحدي وفي اصرار عند اللعيبه ان هم يحققوا البطولات ان شاء الله للجماهير. هل شايف انه ممكن السنه الجايه نشوف منافس اخر للاهلي والزمالك على الدوري، ولا هتفضل الامور بالنسبه للاهلي والزمالك؟ بص، يعني انت ممكن كل كام سنه كده يطلع لك حد يكون بينافس، لكن هيظل طبعا النادي الاهلي ونادي الزمالك هم المنافسين الاقوياء اللي موجودين في الدوري. ممكن وارد ان يكون في حد الموسم الجديد، لكن هيظل النادي الاهلي ونادي الزمالك هم اللي موجودين يعني على الساحه. ايه اللي ينقص اي نادي في مصر انه يخش ياخد بطوله من الاهلي والزمالك، بطوله الدوري من الاهلي والزمالك؟ اللي ينقص يعني الاستمراريه والرغبه دايما ان انت عايز تحقق بطوله، والقاعده الجماهيريه اللي موجوده ده مهم جدا. النادي الاهلي ونادي الزمالك وراهم جماهير كبيره دايما بيدعموهم ودايما بيدوهم دافع ان هم يحققوا البطولات، فده حاجه مهمه جدا، خصوصا كمان ان انت
يعني الجماهير خصوصا جماهير الاهلي طبعا دايما عايزين كل بطوله بيدخلوها عايزين يحققوها، ولما خد بطوله اللي بعدها يركز فيها خلاص، فده اللي بينقص الفرقه الثانيه. يعني عايز اروح معاك شويه في مشوارك الطويل جدا في الكره المصريه، واسالك على اكتر لاعب وسط حبيت تلعب جنبه. يعني حسام غالي الحقيقه، حسام غالي من افضل اللعيبه اللي في وسط الملعب اللي كنت اتمنى ان انا اكون بلعب جنبها. ويمكن كابتن حسام غالي طبعا انا كنت وانا صغير كان في موجود في النادي الاهلي في الناشئين، وانا كنت صغير برضو كنت بشوفه، كان اكبر مني طبعا لكن كنت من وانا صغير بتمنى ان انا العب جنبه واكون موجود معاه. يعني لعبت جنبه يعني في التمارين لكن ما لحقتش الحقيقه، لان هو كان محترف بره في انجلترا. مين اللي لعبت جنبه وانبسطت جدا من اللاعبين؟ يعني انا لعبت جنب حسام عاشور، ولعبت جنب كابتن احمد حسن، ولعبت جنب كابتن بركات وابو تريكا، كل دول الحقيقه كنت مبسوط جدا وانا بلعب معاهم في وسط الملعب. يعني كنت مبسوط جدا، يعني الحقيقه لعيبه كبيره وساعدوني كتير ان انا اقدر احقق مع النادي الاهلي بطوله الدوري، ويعني انا بشكرهم طبعا جدا. يعني ايه اغلى هدف جبته في حياتك؟ هدفي مع النادي الاهلي في الاسماعيلي. ده اغلى هدف. ده اغلى هدف. ايه هي المباراه لما انت بتفتكرها تقول يا دي كانت مباراه صعبه جدا في مشواري؟ يعني مباراه كنت عايزها تخلص من كتر ما انت اعصابك تعبانه في الملعب. هي مباراه الاسماعيلي دي، لان احنا كنا خسرانين، وكنا وقتها كان في 3-4 لعيبه من الناشئين بيلعبوا مع اللعيبه الكبيره طبعا، فالمباراه دي كانت صعبه جدا بالنسبه لي، وكان بنلعب الاسماعيلي في اسماعيليه، فكان الماتش ده كان بالنسبه لي كان صعب جدا جدا ان انا اخرج منه بنتيجه ايجابيه، وخصوصا انت في النادي الاهلي بكل ماتش بتلعبه عشان تكسب، حتى لو بتلعب اسماعيلي في اسماعيليه. فبس يعني دي المباراه اللي كانت صعبه بالنسبه لي، يعني الحمد لله قدرت احقق فيها هدف. يعني مين اكتر مدرب لقيت نفسك معاه؟ اكتر لا في كتير، يعني عشان ما نظلمش حد. قول ثلاثه بالترتيب، 1 2 3. يعني كان في كابتن حسام حسن طبعا في المصريه للاتصالات وانا اعاره، الحقيقه كان ليه دور كبير جدا ان انا يكون ليا اسم في الدوري الممتاز. وكابتن ايهاب جلال استفدت منه استفاده كبيره جدا، يعني كان نفسي كنت اتمنى ان انا مع كابتن ايهاب جلال العب معاه من وانا صغير. وفي كابتن حلمي طولان برده كان ليه دور كبير معايا. يعني طيب مين المدرب اللي ما كنتش تحب او يعني مش حابب تكرر او تقول يا ريتني ما كنت اتدربت معاه؟ ما بلاش السؤال ده. مين المدرب اللي انتم ما تفهمتوش مع بعض او ما حسيتوش انك لا يعني انا في كابتن حسام البدري الحقيقة بغير لك السيره. كابتن حسام البدري يعني انا طلعت ولعبت معاه، بس كان دايما ما كنتش مبسوط وانا بلعب معاه. كنت يعني انا الموسم دوت رحت منتخب مصر مع كابتن حسن شحاته في 2010، ورجعت جه عليا وكان بيقعدني ما كانش بيلعبني. فيعني انا دي الحاجه الوحيده اللي انا كانت مضايقاني. يعني شايف كابتن حسام بدري فرط في فرصه عظيمه، فرصه تدريب منتخب مصر؟ اكيد طبعا، اكيد شرف لاي حد ان هو يمسك منتخب مصر، لكن هو يعني اجتهد وعمل اللي عليه، لكن هي وجهات نظر في النهايه ما قدرش يحقق طبعا. انت عارف طبعا الجماهير المصريه بتحب الكوره وبتحب الاداء الجيد، فيمكن الناس ما كانتش مبسوطه لشكل الاداء المنتخب. يعني انبسطت بالجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر كارلوس كيروس مع كابتن ضياء السيد وكابتن عصام الحضري وكابتن وائل جمعه وكابتن محمد شوقي، الجهاز الجديد ده بالنسبه لك شايفه ازاي؟ بتمنى لهم التوفيق طبعا، يعني هم ليهم تاريخ، خصوصا كابتن وائل جمعه وكابتن عصام الحضري مع الجهاز اللي موجود، ان شاء الله يحققوا المطلوب للنادي للمنتخب مصر طبعا. بس فانا كنت اتمنى طبعا حد مصري موجود يمسك منتخب مصر الفتره دي، لان احنا كنا في امس الحاجه لحد مصري يعني يكون موجود. مين الاسم المصري اللي انت كان نفسك يبقى موجود؟ لا في يعني في كابتن حسام حسن، في كابتن ايهاب جلال، الاثنين جادرين ان هم يمسكوا. انت الاثنين بتحبهم؟ الاثنين اشتغلوا والله بعيد عن ان انا بحبهم. لا طبعا هم الاثنين جادرين وقادرين ان هم بس المرحلة دي لما كانش فيها كارلوس كيروس، وكل التوفيق ليه ان شاء الله وبالتوفيق، بس المرحلة دي تحديدا كنت شايف مين ممكن يبقى اقرب، كابتن حسام حسن او كابتن ايهاب جلال؟ لو اعتبرنا مرحلة يعني هما الاثنين يقدرون ان هما او قادرين ان هما يمسكوا منتخب مصر، مين شايف فيهم كان اقرب؟ هما الاثنين طبعا مدربين كبار، لكن كابتن ايهاب جلال يعني بيبقى محتاج وقت كبير قوي علشان يحفظ اللعيبة شغله وسيستمه واسلوبه، كابتن حسام حسن ليه سيستم وليه اسلوب طبعا، لكن كابتن ايهاب جلال بيبقى محتاج وقت كبير عشان اللعيبه تحفظ تعليماته وتفاصيله،
فده ما كانش هيساعده كتير، لان انت هيبقى عندك ضغط الموسم الجديد في الدوري، فانت مش هيبقى عندك الوقت الكافي ان انت تحفظ اللعيبه. لكن كابتن حسام حسن عنده الاثنين الحقيقه، عنده ان هو هيحفظ اللعيبه بسرعه، وعنده الرغبه والاصابه. فاعتقد ان كانت المرحله دي كابتن حسام حسن كان هيبقى افضل. بس يعني كارلوس كيريوس كان مفاجاه كويسه، انه مدير فني عالمي، مدير فني كبير له خبرات كبيره جدا، كانت مفاجاه حلوه من اتحاد الكوره. طبعا بصراحة. طبعا يعني مدرب كبير وليه انجازات طبعا كبيره كلنا قرينا عنها وعرفناها طبعا. يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله يكون موفق مع المنتخب الفترات الجايه. يعني ايه رايك في فكره اللي عملها لجنه مدير اتحاد الكوره، انه الجهاز المعاون ما بقاش متقسم، يعني مش واحد اهلي واحد زمالك واحد اسماعيلي، عشان الامور تبقى الناس كلها راضيين بالامور، وشايفين جهاز فني كله من تقريبا من الاهلي، وائل جمعه، عصام الحضري، محمد شوقي، دي اس. هي مش كده يعني، انت ما كفاءة. ما مش موضوع كده، اصل انت برضو انت بتختار الافضل للمرحله اللي موجوده. مش موضوع اهلي وزمالك واسماعيلي كلهم. لا انا راضي، ده انا عاجبني الموضوع ده، وانا عارف ان هو عاجبك انت كمان. بس بقول لك انه كان في الماضي يجي يقول لك لازم تحط واحد كده واحد كده، عشان كده الامور تبقى صح. هو ده الصح بصراحه، انت بتشوف الاصح ايه والانسب وبتختاره يعني. بس اللي موجود دلوقتي الكفء في الفتره بالظبط كده، هي بالكفاءه يعني، فدول اكفاء ناس موجوده للمرحله اللي موجوده، فبتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. يعني الدوري السنه الجايه دوري سخن، واكيد انت متابع وشايف الصفقات السنه الجايه شكل الصراع مصر المقاص هيبقى موجود في الحته دي، ولا هيبقى موجود في وسط الجدول او في المربع الذهبي؟ انت احساسك ايه مع مجموعه اللاعبين اللي موجودين حاليا؟ والله بص، الدوري طبعا قوي، الدوري قوي جدا الموسم الجديد، خصوصا سباق الصفقات اللي الانديه عماله بتعمله دلوقتي، فالدوري هيبقى قوي جدا. لكن كل فريق في النهايه انت بتستعد بشكل جيد، وبتعمل فتره اعداد، وبتعمل ماتشات وديه، وبتشوف حالتك في الدوري بتبقى عامله ازاي. في النهايه انت بتنزل الماتشات حالتك كويسه ولا مش حالتك كويسه، بتنفذ تعليمات المدرب ولا لا. فالدوري هيبقى قوي، لكن احنا ان شاء الله باذن الله، مصر المقاصه مرت بتجربه الموسم اللي فات وكان نفس الكلام ده بيتقال. لكن احنا ان شاء الله قادرين ان احنا يبقى لينا دور في الدوري ان شاء الله باذن الله. الموسم اللي جاي على مستوى بطولات افريقيا، اربع فرق في البطولات الافريقيه، اهلي وزمالك في دوري الابطال، والمصري وبيراميدز في الكونفدراليه. شايف المنافسه بالنسبه للاهلي والزمالك في دوري الابطال هتكون عامله ازاي؟ هتبقى قويه جدا طبعا، خصوصا ان النادي الاهلي محقق بطولتين. اخر بطولتين ورا بعض، قبلها من النادي الزمالك، فطبعا النادي الزمالك هيبقى داخل البطوله عنده اصرار برضو ان هو عايز يحقق بطوله افريقيا، والنادي الاهلي نفس الكلام. زي ما بقول لك، انت بتاخد بطوله خلاص بتنساها وبتشوف اللي بعدها ايه. فالنادي الاهلي هيبقى قوي جدا مع نادي الزمالك طبعا في بطوله افريقيا، والمصري وبيراميدز برضه هيكونوا في الكونفدراليه عايزين يعملوا بطوله جيده يعني. هل بطولات افريقيا دلوقتي بقت اضعف من الماضي، ولا شايف ان دلوقتي اقوى من الماضي؟ لا، ما فيش حاجه اضعف. لو اضعف ما كانت كل الفرق بقى تاخدها يعني. النادي الاهلي محقق البطولة 10 مرات، لو كانت أضعف كان أي حد كان ياخدها. لا، البطولة قوية، وأنت بتلعب بره بيبقى الماتشات صعبة جدا، نفس قبل كده طبعا هي الكلام. لا، البطولة قوية جدا، والأقوى واللي مستعد أكتر هو اللي بيحقق البطولة يعني. صحيح. كابتن مصطفى شبيطة لسه مكمل معانا عشان أسأله على السؤال اللي أنا سألته لحضراتكم النهارده على السوشيال ميديا، نشوف إجاباتكم. الأول، توقعاتكم مواجهة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، ونبدأ من عند محمد بدر. فوز برشلونه 2-0 ان شاء الله. محمد احمد، ان شاء الله فوز البايرن ميونخ على برشلونه 2-0. واخيرا عمر منتصر، اتوقع فوز بايرن ميونخ على برشلونه 3-1. كابتن مصطفى، توقع ايه؟ لا، بايرن ميونخ طبعا. قوه مش طبيعيه. يعني قوه قويه جدا، وخصوصا كمان برشلونه ما اعتقدش ان هو هيبقى زي المواسم اللي فاتت، خصوصا طبعا نجم الفريق رحل عنه ميسي. بالظبط. فلا، البايرن هيبقى ليه الافضليه. توقع النتيجه كام؟ يعني ممكن 2-0 3-0 البايرن. 2-0 3-0 البايرن. خلصت انت على برشلونه وجماهير برشلونه؟ اصل انا مدريدي يعني. اصلا معايا يعني. زي الفل. كابتن مصطفى شبيطه، انت شرفتني ونورتني، كنت ضيف كريم عزيز عليا، واستمتعت حقيقي بالحوار معاك. ربنا يخليك. شكرا. انا اسعد، ربنا يخليك. شكرا. شكرا. ده كان لقاءنا مع النجم الكبير كابتن مصطفى شبيطه، لاعب نادي مصر المقاصه. ودي نهايه حلقتنا النهارده من بي اون تايم، اشوفكم يا رب على الف خير.